الراج هذا الشيء بزاف اللي واقع لينا راه بزاف بزاف، لان كنشوف شي حوايج هنا ما شفناهمش. انا تفرجت في الراج في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وكاع الرؤساء كيعرفوني يقول لهم عبد الله كاسكيط راه معروف. هذه انا 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 هاد ليكيب يعطيوها لي نضرب بها الوداد. دابا نضرب بها الوداد حشومه. خمسه اللعابه اللي فيكتيف اللي حاط راه ما يمكنش. انا بغيت نعرف صيفتي اللعاب هذاك جبران علاش، والمشكل اللي بينك وبين اشنو هو المشكل اللي بينك وبين داك نقومه وجبرا وسميتو بن حليب. وهادي هاد شونجمون هادي راه حشومه، كاع ما نهضروش عليها، راه ما كايناش في قانون اللعبه، ما كايناش ما عرفتش غادي نقول الله اعلم. واش حنا خاسرين بجوج زيرو مع الوداد وكدير لي انت شونجمون في الدقه 88؟ اشرح لي انت هادي واش عطيناك في القانون ولا عطيناك في شي حاجه، ولا اش من ديبلوم عند اللي عطاك الديبلوم؟ عطيني اش من قانون مع الوداد خاسر بجوج زيرو درتي شونجمون درتي انا جوج مرات، راه يمكن واقيلا درتي انا مع برشيد ولا ما عرفت مع من، ودرتي لنا عاوتاني في الدقه 88 84. وهاد السيد دخلوا في 83 وخاسر بجوج زيرو، راه ما غاتعادلش معاه. اما السي الحفيظي راه حنا كنموتوا عليك وداك الشيء، تحرك معنا شويه، راه ما يمكنش انك اللعاب غتبقى واقف حتى يجيبوها لينا، راه ما غيمكنش. والسيد متولي كاع اللي كبر منهم كبر من الراجا كاملين، وراه مسكين راه وداك الشيء اللي عنده وباقي يعطي وباقي يعطي. بزاف ماشي شويه خويا، بزاف. شتي حنا في النظريه ديالنا يبقى عايش بوشروان يشدها كاع، علاش هاد الشيء؟ حنا بغينا نعرفوا هذا كاين شي سبب ديروا لنا هو، يدير بريزيدو احسن ما يبقى مدرب كاع، يدير بريزيدو، لان حنا راه تهلكنا، حنا ما غنعايروك ما والو. من الاحسن حاجه حط السوارت سير الله يسهلك اخويا جمال، وعندك لي فيكتيف وما تدخلهمش. انا باقي كنقول لك عطيني هاد ليكيب هادي ندخل مع الوداد نضربهم ونعطيك التشكيله اللي ندخل. والشاكيره شنو المشكل ديالك مع الشاكير تا هو اللي حاطو؟ علاش؟ ما بان لي حتى حل. دوك الناس المسؤولين دوك الكبار اللي باقيين شادين الساروت هما اللي غيشوفوا الحل، هما اللي غيشوفوا الحل، لان هذا الحل انا باقي ما تفهمش ليا، باقي ما فهمتوش شنو هو الحل. الحل راه من عندهم هما، واش حنا نتقاتلوا على الفرقه ونموتوا على الفرقه ويجي واحد كيريب فيها حشوم بحال داك حداد تا هو، وجاي جوج ماتشات ثلاثه غادي مزيان شديتيه حطيتيه ودخلتي الهدول، راه ما ندخلش الهدول، ولا ما ندخلش الورفلي اللي تا هو ما لاعبش واحد ثلاثه الماتشات ولا اربعه. واش هاد الفرقه كيتسطى اللي بغى يجي يلعب يلعب، اللي ما بغاش يجي ما كيجيش. هذا هو المقصود ديالي. انا ما فهمتش هاد الراجا كي غادي تولي، ورا لا بقيتو غادي على هكا، راه واقيلا راه يمكن السلام. انا ما تفرجتش في الاتفاق ديال عين الشق، راه كانت احسن منا حنايا في السبعينات، راه واقيلا غنوليو كثار من الاتفاق ولا من الاحسن. حشومه ما الوداد راه فاتونا ومشاو بعيد. وكاينين حلول بزاف، يعني اول حل هو ان خصنا نرجعوا للحكامة بطبيعه الحال على راسهم السيد محمد اوزان، يعني هو يقدر يشكل لجنه مؤقته اللي غتبحث في هذه المساله هذه. وطبيعه الحال هو الرحيل ديال الجامع الاسلامي فهاد الشوقيش بالذات يقدر يكون سيف ذو حدين، يعني يقدر الا مشى تزيد سوء النتائج. حنا نقدروا نصبروا عليه واحد شويه بينما ما كمل الشطر الاول من البطوله وبينما تلعب الفينال ديال كاس محمد السادس ان شاء الله ونشوفوا النتيجه. هو في حاله الا ما لقاو شي مدرب عنده نفس الجينات اللي ديال الجامع الاسلامي، يعني الجامع الاسلامي في الاول كان غادي مزيان، يعني نلقاو شي واحد في نفس السيستيم ديال الجامع الاسلامي. غير هو حنايا شنو اللي شنطالبوا؟ بشويه بالجدية، يعني اللاعبين يكونوا جديين شويه، ماشي يبقاو معولين رايحين الدرك كله على المدرب. الا مشى الجامع الاسلامي بيني وبينك ما غنبقاوش نشوفوا الرجاء تلعب تيكي تاكا، حيت هذاك الانسان ولد الخضره ولد الفريق وكابر مع الفريق، دونك ما كاينش علاش نغيروه. وحنا في الثقافه ولا لا كولتور دماغوك كيبان لك ليكيب مزيانه تضرب 12 بيوت 12 ماتش كتربح 10 كتعادل في واحد تخسر في واحد، هذاك الماتش اللي خسروا فيه دونك نحيدوا المدرب. علاش غنحيدوا المدرب؟ المدرب بالنسبه لي انا مقلب مع الدراري طاق طاق طاق، كاينين لعابه كيرتاحوا المدرب، فهمتي؟ هو فارض كارير ديالو وسط الميدان، ملي كيوقف راه التشتت كيبقى داير بحال هكا ما كيغيرش، كيحرك يدو معاه بزاف ديال الاعضاء، لا من الطبيب لا من، فهمتي؟ كلهم معاونين. اللعابه ديال الرجاء راه مزيانين، ما كنعنيوش ان فريق خسر في الديربي نحيدو السلامي، لا نسيتو نتوما السطر الاخير؟ علاش غنساو حنا السطر الاخر؟ بيس راه ديما خضره وخا لابس الاحمر، وتربحونا بجوج زيرو ولاو كيهضروا. حنا ما بيناش الهضره، حنا بينا طبق ديتو البطوله ماشي مشكل، تربحوا في الديربي ماشي مشكل، ولكن الراجا مني دي شي ماتش كاريف كنحيحوا حنا كيديروا فينا. علاش؟ المهم يعني نرجعوا للسلامي. السلامي انا بالنسبه لي ما اديش شي حاجه، ويقدر هذاك الانسان يزيد بالفريق حيت كيلعب بواحد السيستيم زوين، فهمتي؟ سيستيم فوتبول عنده ما شاء الله، وهو فكري وثقافي وعنده ثقافه دينيه ورياضيه وبزاف ديال المسائل. هذا الشيء اللي كاين. شنو هو الحل اللي جيبوه مدرب زوين غينوض الفرقه؟
باغي نقول لواحد اللقطه عمرهم غير ردوا لك 5 لواحد واخا يلعبوا معاهم كابتن ماجد وصحاب عمرهم غير ردوا لك 5 لواحد. الا كذبت عليك جاتني الدموع. قسم لك بربي لحمي ارتعش. جمال السلامي قدم الرجاء من دون النشهد الاولى شي حاجه كبيره صاحبي باش واحد معته باغي يتقهوى ويقول لك جمال السلامي. نعطيك انا التعليق على جمال السلامي ابن من فتحي جمال دربوا من دون النشهد الاولى فتحي جمال السلامي اكبر متواضع على الاطلاق. جراجة خزينه خاويه وهاد الناس يقولوا لك صويري حنات اوزال اقسم لك بربي تعديتو عيال البيضاء وعلى جمال السلامي. يكفي الدير بكازابلانكا يوقف كل المشاعر كازابلانكا كانه مع عائله حتى واحد مع زوجته حشومه حرام ما قدم جمال السلامي. اقسم لك بربي وتجيبو فيلونتيني اي ما يقدموش فاهم الشعبيه ديال اللعبه مشكل كبير فين الظلم تعرض ليه جمال السلامي كواليس ما كيشوفو حتى واحد كما وقع للزكي استاذ محمد الخامس كان لن تحصل على موت قدم يا ولدي ثم ما جاء من دون كان خزينه الرجاء خاويه. شنو جايب اليوم امير الافريقي تشامبيونز لينغ في واحد الوقت صعب جدا مشاكل شتى بكل الطرق دوك الناس كيخدموا كيعرقوا. جمال السلامي امام الله اقسم لك بربي ستبقى بطلا في كل تربي يجيب قهوه ويشرب القهوه يقول لك ما دار والو ما فاهم والو هذا. خليو جمال السلامي خليو الرجاء تبدع هنا الرجاء العالمي الرجاء قرعه في كبار اوروبا بهذه الاسماء سانتياغو برنابيو ملعب ماراكانا تقل استعبت فوق 200 الف متفرج لن تحصل موت القدم يا ولدي باش كيفهموك هاد ولائي بهاد الهضره الملونه شرقيه حنا لا شرقيين ولا غربيين مغاربه قح درابو خدموا الحق. افريني شنو قال لي الافريني جوارك متقوبه ما تلقش الكره شد العقليه كي دايره شنو مربي انت ولا كره شنو كتفهم. المشكل ما كاينش في السلامي وما كاينش في المكتب. كاين المشكل مهيكل مشكل هيكلي في الراجه من القديم. انا هذا رايي الشخصي ما عرفتش ربما تكون مختلف معايا ولكن هذا رايي الشخصي. هيكلي لنا ديجا الراجه من قبل الراجه تقريبا الملك انك نعرفوها ديما عندها ازمات واش فهمتيني ديما عندها ازمات من البكري وديما كنقلبوا على شي واحد اللي غادي ينقذ هذه الراجه كما كانت المرحله ديال بودريقه راه سي تان انفيستور جاب فلوسه من برا باش دوبا في سميتو في الراجه لان الراجه دابا ما بقاش داك المفهوم ديال الراجه كره و12 لاعب كيلعبوا في الزنقه راه ولات منظومه رياضيه يعني شركه فهمتيني يعني خصها تدخل في الاحتلاف باش تدخل في الاحتلاف تكون عندها شركه يكون عندها واحد الكابيتال واحد الانفيستمون وراها واحد المدعمين واحد المستشارين. اما اللي كان الفريق خاوي بحال هكا ما غاديش يعطي لان اللعابه في نهايه المطاف ما غيتوشوش الصالير ديالهم وغيكون ما عندهمش هذاك الحماس باش يمكن له يلعب. وراه دائما في اي حاجه فيها خصها مشكره. الناصري ماشي شكاره بالنسبه لك انت الناصري ماشي شكاره من غير الناصري اللي كنعرفوا الناس ديال ابرون ودوك اللي كنسمعوا بهم. شي الكره دابا وهي الفلوس. الا ما عندكش الفلوس باش تاسس واحد الشركه وتهلا في اللعابه باش يعطيو وتجيب وتعاقد مع مستشارين غتبقى ديما صغيور وديما غيبقاو عندك المشاكل وغتبقى ديما مضاربه مع دوك 12 اللي عندك ولا دوك 30 واحد اللي خدام معاهم اللي خدامين معاك سوا ديزو اونتخو كيمي خدامين معاك راه غادي ولا متعاقدين معاك راه غادي تبقى ديما فيهم مشاكل ديالهم باش تخلص الطاقم الرياضي باش تخلص الطبيب باش تخلص اللعابه باش غتكري التيران وباش 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 وباش